ويلكم تو كارديو اليكس 19. معانا النهارده الاستاذه الدكتوره رضوى مهنا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. ممكن حضرتك تعرفينا بنفسك؟ اوكي، انا رضوى مهنا، استاذ مساعد في فيسيولوجي في كليه الطب جامعه اسكندريه. انا برضو الفايس اكزيكتيف مانجر للسنتر اوف اكسلنس فور ريسيرش ان ريجينيريتيف ميديسن اند اتس ابليكيشن، والستم سيل اند سيل كلتشر كوردينيتور في نفس السنتر. كمان انا واحده من الممبرز اوف ذا بورد اوف كارديو اليكس كونسيرند بالبيزك ساينس، اسيستنج اور دير بروفيسور ابتهاج حمدي. اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، كنا عايزين نعرف السيشنز اللي عند حضرتك. احنا عرفنا ان عندك سيشنز فعايزينك تتكلمي عنها. طبعا انا انفولد في السيشنز بتاعت البيزك ساينس اللي بالذات هتكلم فيه. هتكلم في السيشن بتتكلم عن نيو بلايرز ان كارديوفاسكولار ديزيزز. هتكلم على النيو بلاير حاجه اسمها الاكسترا سيلولار فيسيكلز، which is expected ان هي تكون في النير فيوتشر a biomarker, a new biomarker in different cardiovascular diseases with therapeutic targeting برضو and drug delivery system, which is حاجة يعني تعتبر very new in the مش بس في cardiovascular diseases، في كل diseases. وده what we target تقريبا في كل basic science، ان احنا بنحاول نلاقي الجديد اللي بنلاقيه بسهولة فعلا، لان this is how الريسيرش بيبدأ. وبن targeted في السيشنز المختلفة بتاعت basic science. كنا عايزين نعرف ايه دور البيزك ساينس في مؤتمر كارديو اليكس. اوكي، هو طبعا ده سؤال بيتسال كتير، ومبسوطه قوي ان حضرتك سالتيه، لان هو فعلا ات از فيري امبورتنت ان يبقى في بيزك ساينس مش بس في كارديو اليكس، في اي مؤتمر. وده طبعا من المؤتمرات المميزه اللي فاهمه الجزء ده، لان لو سمبلي اف وي سيرشت مثلا فور نيو دايجنوستيك تول، او حتى الدايجنوستيك تولز اللي موجوده دلوقتي، البروجنوستيك تولز، الثيرابيوتيك ايجنتس، ويل فايند ذات ان الايمرجنس بتاعه التولز دي ات هابند ديو to the understanding of what's basic, how the how يعني what's basic, the mechanisms, the signaling. كل ده المفروض we should understand through which we can develop these new therapeutic and diagnostic and prognostic agents. فsimply for basic science we have to dig more and more deep and deep, which we find في حاجات كتير جدا نحسها ما فهمناهاش وبنحاول نفهمها وبنجيبها علشان to evolve new medical research which will reach us to a new in everything, diagnosis, in prognosis, and in treatments. Okay. سمعنا ان حضرتك pioneer في الستيم سيلز. ده ممكن يبقى علاج لامراض القلب بعد كده؟ هو ممكن يبقى علاج لكل حاجة. الستيم سيلز هي نعتبر نقول هي حاجة ماجيكال شوية او كتير. وهي فعلا احنا بدأنا احنا بنشتغل في الستيم سيلز في الكارديوفاسكولار ديزيزز. احنا هاند ان هاند في كذا ليفل، بنشتغل ان فيترو، بنشتغل على الانيمال ستاديز، وكمان على الكلينيكال ترايلز في جامعات في مصر. يعني يمكن جامعه اسكندريه ما فيهاش كلينيكال ترايلز على الكارديوفاسكولار ديزيزز، لكن في جامعات في مصر هاند ان هاند، لان الريزلتس اللي طالعه من اليوز اوف ذا ستيم سيلز از ا ريجينيريتيف تول دي ار فيري بروميسينج فور ذا يوز اوف ذي ستيم سيلز. فاضل ان احنا بس بنكمل ده وبنزيد فيه تو جيت اوبتين سوليد ريزلتس فور ذا استابليشمنت اوف ليجل اند شور treatment method for different cardiovascular diseases بالستيم سيلز ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي جدا يا دكتور، كنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا السنه دي في كارديو اليكس. ثانك يو. انا اسعد.